السلام عليكم أصدقائي، وكما كنا نقول البارحة سلام تعشي. عبنيته أصدقائي. أوه راه ضارب ساعة شابة. باين عليه بدي عقل. حنا هذه هي الحصة الدوزيام. أساتذة العربية وعرينا. هذا درس مهم. ركزوا معايا مليح. وسندر سيري جيكم في البار. شكي داير؟ الله يسعدك يا ولدي. ما فيش دابا على الدرس اللي حنا في البار. يقيم. خايف الاخر اسكت وتباهنا. على بالك جار ماريا صار في السبيطار. راك من نيتك. والله غير ذا المسكين. بلا 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 بلا. وكما كنا نقول الجمله التعجبيه هي كل جمله تتعجب فيها من شيء ادهشك، يعني عجبك. بار اكزومبل طفله عجبتك، مفروغ من هذا. الاخر ما قلتش تهضر، عاود شنو تقول؟ ما على باليش باش تتفاهم، ما على باليش. قلت لك ما هي الجملة التعجبية؟ يعني كي تعجبت ديرها تنخلع في راسك. الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.